لا بس والله لو فكر مشير ما فيش قدام خيارات تكون مشير. اليوم نحن وصلنا إلى يعني ذروة التصعيد من قبل الجمعية ضد العاملين في جهاز الإسعاف، إلى أن وصلنا اليوم في خلال شهر واحد جمعية الهلال الأحمر قامت بإنهاء خدمات وفصل أكثر من 45 موظف حتى اللحظة. يعني هذه مجزرة جديدة واغتيال جديد لجهاز الإسعاف في فلسطين قام تقوم به جمعية الهلال الأحمر. لا أعتقد أن في هناك مسؤول في مؤسسة أو في دولة أو رئيس دولي يتجرأ على فصل 45 موظف في خلال شهر واحد. هذه عملية اغتيال وجريمة ممنهجة تمارسها جمعية الهلال الأحمر بحق الإسعاف في فلسطين، ويجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته. وإذا استمرت هذه الخطوات نحن اليوم ذاهبون باتجاه الأصعب بسبب التزامهم بقرارات النقابة. وهناك قرار من وزارة العمل الفلسطينية يقول أن كافة الإجراءات التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر هي إجراءات غير قانونية تعسفية، هدفها الأساسي قمع الصوت الحر وقمع حرية التعبير. وجمعية الهلال الأحمر هي من وقعت على ميثاق جنيف الذي ينص على حرية التعبير داخل الجمعية، وهذا اختراق واضح لحقوق الإنسان في فلسطين، ويجب أن يقف الجميع عند مسؤوليته من هذه النقطة تحديدا. بدنا خبز وبدنا نعيش، بدنا خبز وبدنا نعيش، بدنا خبز وبدنا نعيش، بدنا خبز وبدنا نعيش، بلا لف ودوران، بلا لف ودوران، المسعف هو الأمان، المسعف هو الأمان، وحق المسعف ما بينهان، حق المسعف ما بينهان، باقي المسعف ما بينهان، حق المسعف ما بينهان، والمسعف هو الأمان، والمسعف هو الأمان، هو حامل الأوطان، ومطالبنا شرعية، مطالبنا شرعية، مطالبنا شرعية، مطالبنا شرعية، عنو سلم سلم وحرية، بدنا نعيش بكرامة، بدنا نعيش بكرامة، أمن وصحة وسلامة، أمن وصحة.